بسم الله الرحمن الرحيم، معكم احمد الباو، ورح نشرح ان شاء الله اشرح معكم ان شاء الله ماده الميتابوليزم، اشرح لكم ماده الميتابوليزم للفاينل. تمام، انا شرحت لكم ماده الباثولوجي، ان شاء الله رح اشرح لكم ماده الميتابوليزم لماده الفاينل. تمام، اوكي. هلا بدنا نبدا نحكي في هاي اول شيء عن الميتابوليزم في اول محاضره، عن الميتابوليزم اوف مونوساكرايدز اند دايساكرايدز، يعني نحكي عن عمليه الهضم للسكريات الاحاديه والسكريات الثنائيه. اول شيء من اللي يعرف شو هي السكريات الاحاديه شو هي السكريات الثنائيه. السكريات الاحاديه او المونوساكرايدز مثال عليها الجلوكوز، الجالاكتوز والفركتوز. يعني اول شيء من اللي يعرف الامثله جلوكوز، جالاكتوز وفركتوز، اكيد مرقوا عليكم، ما بعرف اذا مرق عليكم. السكريات الثنائيه هي عباره عن سكريات احاديه مربوطه مع بعضها البعض. فالسكريات الاحاديه او المونوساكرايدز هي بتتكون من حلقه واحده من الكربونات. تمام، اللي هم الجلوكوز، جالاكتوز وفركتوز. هلا السكريات الثنائيه اللي هم اللاكتوز، ساكروز وسكروز ومالتوز، هذول بتتكون من سكريات احاديه مربوطه مع بعضها البعض. مثلا زي اللاكتوز هو عباره عن جالاكتوز زائد جلوكوز، زي هيك يعني. تمام، هلا بدنا نحكي عن الميتابوليزم تبعاتهم. اول واحد رح نحكي عنه اللي هو الفركتوز. بدنا نعرف انه الفركتوز بحكي لكم بيشكل 10% من الديلي كالوريك انتيك، يعني موجود 10% من الاشياء اللي ناكلها احنا بتحتوي على الفركتوز. بس بدنا نعرف وين اكثر شيء موجود عندي الفركتوز، وبدنا نعرف انه يعني ايش الاشياء اللي ممكن تصير غلط مع المرضى في حاله اذا تناول اكلوا شغلات كثير بتحتوي على الفركتوز وهم عندهم نقص في انزيمات معينه. يعني هلا السورسز او الاشياء اللي بتحتوي على الفركتوز، الاشياء اللي بتحتوي على الفركتوز وبكثره، يعني اللي هم الفروتس، الفواكه، الهوني، العسل، والكورن سيرب، وفي الجوسز اللي هم العصائر. هدول المصادر الغنيه كثير بالفركتوز. تمام، هلا بحكي لكم entry to the cell is not insulin dependent، على عكس الجلوكوز. هلا الجلوكوز عشان يفوت لجوه الخلايا بيحتاج الى انسولين، بس هون في عندي تحفظ على هاي المعلومه. هلا الجلوكوز لحد معين دخوله للسل بيعتمد على الانسولين لحد معين، لانه في مرضى لانهم سكري هذول لما يرتفع كميه الجلوكوز بكميه كبيره جدا بصير هلا دخول الجلوكوز للخلايا ما بيعتمد على الانسولين. هذا بعدين بنحكي عنه هذا الحكي. تمام، بس بشكل عام لحد معين دخول الجلوكوز للخليه بيعتمد على الانسولين. هون الفركتوز لا، دخوله على الخليه ما بيعتمد على الانسولين. تمام، فإت داز نوت بروموت ذا سيكريشن اوف ذا انسولين. ليش؟ لانه هذا مثلا ارتفاع نسبته في الدم، لما يرتفع بالدم هذا الجلوكوز لما يرتفع بالدم اوكي، فالجسم بينتبه انه اوكي ارتفع عندي الجلوكوز في الدم فبيفرز انسولين زياده لحد معين. طبعا تمام، عكس الفركتوز لانه ما بيعتمد على الانسولين فالجسم ما راح يفرز انسولين اصلا بالوضع العادي. تمام، هلا بدنا نحكي عن الفركتوز ميتابوليزم، افرجيكم هاي الصوره اوكي ونشرح عنها. هذا نقرب الصوره اوكي. هلا الفركتوز ميتابوليزم، الفركتوز ميتابوليزم بيهم تعرفوا انه بيمشي بطريقين. الفركتوز ميتابوليزم ممكن يمشي بطريقين، الطريق الرئيسي خلينا نحكي والطريق الفرعي. تمام، بس خلينا نحكي هلا عن الطريق الرئيسي. تمام، اللي هو على الشمال هذا. تمام، لونه بالبيربل. اول شيء الفركتوز اول خطوه في الميتابوليزم طلعوا سهم. هلا اول شيء مهم كمان نعرف وين الاماكن اللي بيصير فيها فركتوز ميتابوليزم، يعني وين اكثر شيء بيصير فيه فركتوز ميتابوليزم. The main site is the liver. The main site is the liver. ليش؟ لانه هو اللي بيحتوي على الانزيم اللي هو هذا الالدوليز بي. ايوه الالدوليز بي. فالـ main site for liver for sorry for fructose metabolism اللي هو الليفر. في عندي اماكن ثانيه ممكن تساهم بكميه كبيره في الفركتوز ميتابوليزم اللي هم الكيدنيز والسمول انتستنس، بس ذا مين سايت از ذا ليفر. تمام، حلو. هلا اول خطوه للفركتوز ميتابوليزم اللي هي انه يجي انزيم، ترى هون يجي انزيم اللي هم بنسميه فركتوكاينيز اللي هو هذا. تمام، فركتوكاينيز. فاول خطوه انه يجي انزيم بسميه فركتوكاينيز. تمام، هلا بدنا نعرف شو معنى كاينيز. كاينيز ما شاء الله عليكم وانتم بتعرفوها. الكاينيز هي معناها انك انت تضيف اي تي سوري انك تضيف فوسفيت جروب.
انك تضيف فوسفاتيك جروب. تمام تمام. ففركتوكاينيز هي عمليه اضافه فوسفاتيك جروب للفركتوز. فطلعوا كيف هون اول خطوه ان الفركتوز جاء انزيم اسمه فركتوكاينيز ضاف الفوسفاتيك جروب على الكربون رقم 1 فصار اسمه فركتوز 1 فوسفات. فاول خطوه هي تحول الفركتوز لفركتوز 1 فوسفات عن طريق انزيم الفركتوكاينيز. تمام تمام. طيب هلا في ملاحظه مهمه جدا. هل هذا الفركتوكاينيز مش جاب فوسفات جروب اضافه؟ ما جاب هذا من بيته، جاب من وين اخذ الفوسفات؟ فهذا الرياكشن بيحتاج الى اي تي بي. هذا الرياكشن بيحتاج الى اي تي بي، بيحتاج الى اي تي بي عشان يصير. فهذا الرياكشن اخذ اي تي بي. تمام، هذا انا بحكي عن هذا الرياكشن، يا هذا الرياكشن اخذ اي تي بي عشان يصير، اخذ فوسفيت جروب من الاي تي بي وحول الاي تي بي لاي دي بي، لاي دي بي. فاول خطوه اللي هي انه بيجي فركتوز بيربط مع فركتوز كاينيز بيعطيني فركتوز 1 فوسفيت. هذا الفركتوز كاينيز اخذ فوسفيت جروب من وين جابها؟ من الاي تي بي، حوله لاي دي بي. فهاي اول خطوه. تمام، هلا رح اضل شوي على هاي الخطوه. تمام تمام اوكي. ليش انا بدي اضل على هاي الخطوه؟ تمام، هلا رح تنتبهوا علي انه انا مثلا بنقل بين السلايدات بسرعه، يعني رح اكون بهذا السلايد رح اروح عشان ما نربطهم ترابط يعني. تمام اوكي. هلا الفركتوز 1 فوسفيت، الفركتوز عشان يتحول لفركتوز 1 فوسفيت هي اول خطوه طبعا، بده انزيم الفركتوكاينيز. تمام، هاي اول خطوه. طيب كان الفركتوكاينيز احد من الفوسفيت جروب للاي تي بي، حول الاي تي بي لاي دي بي. فهاي اول خطوه. فهذا يعني انه هاي الخطوه بتستهلك انرجي، انا استهلك الاي تي بي، استهلكت انرجي. طيب شو اللي بصير عندي لو في عندي ديفيشنسي في هذا الانزيم؟ ديفيشنسي معناها نقص او شحوح او هذا، انه ديفيشنسي في هذا الانزيم انه ما في عندي فركتوكاينيز. حلو، في هاي الحاله ديفيشنسي في الفركتوكاينيز، هذا المصطلح له اسم ثاني بسموها فركتوز يوريا، فركتوز يوريا. هذا الاسم قسموا لي، هذا الاسم هذا المصطلح قسموا لي الى جزئين، فركتوز يوريا معناها وجود الفركتوز في اليورين بكميه كبيره. تمام، طلعوا كيف يعني. هلا الفكره بدي احكي لكم اياها يا جماعه، انه ديفيشنسي نقصان في الفركتوكاينيز بتسوي لي كونديشن او حاله وضع معين بسميها فركتوز يوريا. طيب يعني هلا احنا حكينا انه اول خطوه عشان في الفركتوز ميتابوليزم انه وجود الفركتوكاينيز حوليها من فركتوز لفركتوز 1 فوسفيت. طيب ما ديفيشنسي هذا الانزيم، عدم وجود هذا الانزيم معناها اصلا ما راح هاي الخطوه ما راح تصير، وبالتالي انا بس اشرب عصير زي ما احنا حكينا فروتس او هاني او عصائر معينه اللي تحتوي على الفركتوز، معناها هذا الفركتوز راح يتجمع عندي، ما راح يصير الميتابوليزم، لانه انا اصلا اول خطوه في عمليه الميتابوليزم ما صارت عندي يعني. اول خطوه في عمليه الميتابوليزم ما صارت اصلا هي عندي يعني. تمام اوكي. فهذا شو يعني؟ معناها انا بسوي اكيوميليشن للفركتوز. طيب هل هذا الاكيوميليشن فركتوز هل معناها بشكل عام؟ يعني هلا في سؤالين يطرح نفسه. هلا راح يصير لي اكيوميليشن تجمع للفركتوز، هذا الفركتوز وين راح يتجمع؟ راح يتجمع في مكانين، راح يتجمع في البلد فبسميه فركتوزيميا، ايميا معناها في الدم، فركتوزيميا معناها تجمع في الدم، وراح يتجمع في اليورين فركتوز يوريا. تمام تمام اوكي. طب هل هذا معناها انه هل هذا الكونديشن او هل هذا الديزيز سيفير يعني معناها ان المريض بياكل هواء؟ لا بالعكس، ذيس از ا مايلد كونديشن، يعني وضع خفيف جدا، يلا باليلا يصير عند البيشنت سيمبتومز اصلا يعني انه عشان يعني يا ما بصير عنده سيمبتومز خفيفه او ما بصير عنده اي شيء اصلا. تمام اوكي. فزي ما حكينا انه يا اما ما بصير عنده اي سيمبتومز او بصير عنده سيمبتومز خفيفه، سيمبتومز خفيفه جدا. تمام اوكي. تمام هلا وهذا الكونديشن او هذا الديزيز بسميه اوتوسومال ريسيسيف، معناها متلحي. تمام تمام اوكي حلو. طيب هاي اول، هذا اول شيء يعني حكينا عن الديزيز بشكل عام. طيب هل معناه انه هذا الديفشنسي راح يقول اوكي طب هذا الديفشنسي في هذا الانزيم معناه انا الفركتوز كلها كل الفركتوز ميتابوليزم ما راح تصير عندي؟ لا راح تصير، بس في عندي الترناتيف باثوي، طريق بديل اللي هو هذا الطريق، شايفينه هذا. طلعوا كيف؟ هلا لو حكينا هون طلعوا هذا الرياكشن، هي اللي حكيت لكم عنه، هي الفركتوز بتحول لفركتوز 1 فوسفيت عن طريق انزيم فركتوكاينيز. حكينا اخذ اي تي بي، اخذ منه فوسفيت جروب حولها للاي تي بي، فصارت فركتوز تحول لفركتوز 1 فوسفيت. طيب لو حكينا في عندي بلوك هون، في عندي بلوك هون هذا المكان، هي بحط بالاحمر انقطع،
في اند بلوك. هل ما اهل الفروكتوز ميتابوليزم ما راح تصير؟ لا راح تصير، بس عن طريق انزيم ثاني بسميه هيكسوكاينيز. تمام تمام راح تصير بس عن طريق انزيم ثاني بسميه هيكسوكاينيز. تمام اوكي حلو. هل الهيكسوكاينيز خلينا نقسم، حكينا احنا في الجبهه حكيت لكم انه الكاينيز معناها انك تضيف فوسفيت جروب، هيكسو معناها سكر ثلاثي، معناها اضافه، هذا انزيم بيضيف فوسفيت جروب لسكر ثلاثي. تمام بس احكي لكم بشكل عام الهيكسوكاينيز افكتيف تو فركتوز از لو، يعني اوكي ممكن يجي الفركتوز في حاله صار في اكيوميليشن تجمع وما مشي بالطريقه الاساسيه، ممكن يجي هذا الهيكسوكاينيز يضيف له فوسفيت جروب، بس طلع اوكي بضيف له فوسفيت جروب بس مو على الكربون رقم واحد، بضيف اياه على الكربون رقم 6 فركتوز 6 فوسفيت، فركتوز 6 فوسفيت. تمام تمام. وهذا الفركتوز 6 فوسفيت بفوت بطريقه ثانيه عشان يفوت الجلايكوليسيس، عشان يفوت الجلايكوليسيس اللي هي ديجريديشن، هي عمليه تكسير الجلايكوليسيس الى جزئين جلايكون جلايكوجين، لسه تحليل من تحليل الجلايكوجين وتكوين الانرجي اللي هي الجلوكوز كمان. تمام تمام اوكي. يعني انا الفكره اللي بوصل لكم اياها انه الفركتوز ميتابوليزم ما بيتم بهذا الطريق او بالطريق الثاني اللي هو طريق الهيكسوكاينيز، بس ما بتروح الهيكسوكاينيز الا في حالات معينه جدا، يا اما الحاله هي ديفيشنس في الفركتوز كاينيز او انه كميه الفركتوز كبيره جدا والفركتوكاينيز ما عم بلح. تمام مش مشكلة نفوت بالطريقة الثانية. تمام فأول خطوة في الفركتوز ميتابوليزم إنه يجي إنزيم فركتوز كاينيز فركتوكاينيز إنه يحولها من فركتوز لفركتوز 1 فوسفيت. وحكينا نيجي لهون تمشوا على معي على السلايد هاي لهذا السلايد اللي بحكي لكم عنه السلايد 10 اللي هي حكينا الفركتوكاينيز ديفيشنسي. فركتوكاينيز ديفيشنسي زي ما حكيت لكم معناها ما في عندي فركتوكاينيز، معناها انه ما في عندي ميتابوليزم للفركتوز، فالفركتوز رح يتجمع في الدم رح يتجمع في اليورين، فهي لها اسم ثاني المرض هذا بسميه اسينشال فركتوز يوريا، اسينشال فركتوز يوريا هي اكيوميليشن اوف فركتوز في اليورين. تمام تمام اوكي. وزي ما حكيت لكم هذا المرض اوتوسومال ريسيسيف يعني متنحي بسندي اكيوميليشن فركتوز في اليورين بنسميه فركتوز يوريا، وزي ما حكينا هاي بحكي لكم وجودها فركتوز يوريا وجود فركتوز في اليورين بعد تاكل الفركتوز بيناين كونديشن الوضع خفيف جدا هاي كونسيدر بيناين خفيف، فالبيشنت يا اما ما بفوت يا اما بصير عنده سيمتومز او بتكون خفيفه. وحكينا زي ما حكيت لكم بصير في عندي الترناتيف باث واي، لانه في عندي الترناتيف باث واي في طريق بديل اللي هو الهيكسوكاينيز. تمام تمام. فعشان هيك انه الديفيشنسي او هذا المرض خفيف جدا، يعني يا اما ما بيكون عندي سيمتومز ات اول او يلا شيء خفيف جدا يعني. هاي اول خطوه للفركتوز ميتابوليزم. فحكينا ان الفركتوز لازم يجي فركتوكاينيز، حكينا بيستخدم بسهل الاي تي بي، هي هون حكيناها، هي هذا اللي بحكي لكم عنه اوكي، هي هذا تمام اوكي. زي ما حكيت لكم هذا الرياكشن بيستهلك عشان الفركتوز تحول لفركتوز 1 فوسفيت بيجي اثر الفركتوكاينيز بيستهلك اي تي بي، يعني باخذ بي جروب فوسفيت جروب من الاي تي بي بحول الاي تي بي لاي تي بي وبضيف الفوسفيت جروب على الفركتوز بس على الكربون رقم واحد. تمام تمام. وهذا الحكي بيستهلك انرجي. هاي اول خطوه. طيب شو ثاني خطوه؟ ثاني خطوه انه هذا الفركتوز 1 فوسفيت هذا اللي تكون يجي انزيم ثاني، يجي انزيم ثاني بسميه الدوليز بي يحول لي هذا، يعني طلع كيف الخطوه هون، طلع كيف هاي الخطوه متشعبه لجزئين يا جماعه، يا هذا يا هذا، يعني الفركتوز 1 فوسفيت لما يجي الانزيم هو الدوليز بي بحول الفركتوز 1 فوسفيت لشغلتين، يا اما بحول لي اياها لجلسيريل الديهايد او بحول لي اياها ل دي اتش اي بي موليكيول اكتبه هذا دي اتش اي بي داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت هذا اختصاره دي اتش اي بي، يعني يا اما بيجيب لكم بحكي لكم داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت اذا كان طبعا بيجي بسهل عليكم بحكي لكم هذا هو المركب او بحكي لكم دي اتش اي بي. تمام تمام اوكي. وهذا دي اتش اي بي شو اهميته انه هذا دي اتش اي بي هذا اللي هو داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت انه هذا الموليكيول او هذا سوري او هذا الكومباوند او هذا المركب الكيميائي هو عباره عن انترميديت، عباره عن مركب وسطي بيربط يا يعني اما ممكن يروح بالجلايكوليسيس او يروح بالجلوكونوجينيسيس، يعني بيمشي بيقدر يمشي باي طريق، يعني هذا الكومباوند اللي بحكي عنه
هذا يعتبر انترميديت، يعتبر شيء وسطي، يعتبر شيء وسطي، محطة عبور، يعني احنا نحكي جسر عبور، يعني محطة مشتركة يا ما بينها روح هيك او هيك. تمام تمام. او زي ما حكينا انه هذا الاندوليزبيا ما بيعمل لي هاد او بيعمل لي هاد، جليسرين الديهايد. تمام، بس طلعوا هون، هذا هو ثاني خطوة، هذه هي ثاني خطوة. فطلعوا هون يا جماعة، هذا الفركتوز 1 فوسفيت، حلو، اجا انزيم اللي هو الاندوليز بي، حول لي يا اما للجليسرين الديهايد او للهيدروكسي اسيتون فوسفيت. تمام، حلو، هاي ثاني خطوة. تمام تمام، هاي ثاني خطوة. تمام، بس خليني اشرح لكم بشكل عام، بشكل عام هذول الاندوليز انزيمز، الاندوليز انزيمز في عندي، مش في عندي هون، طلع كيف انا حاطط لكم امثله الاندوليز اي الاندوليز بي، ركزوا لي بلاش هون على هالشغلات، اوكي، الاندوليز اي الاندوليز بي. تمام اوكي، هلا الاندوليز انزيمز هذول عباره عن انزيمز موجودين في الجسم. الجسم في عندي فيه ثلاث انواع من انواع الاندوليز انزيمز. تمام تمام اوكي، اشهرهم هم الاندوليز اي والاندوليز بي كفروقات بشكل عام. هون في جدول المقارنه كمان، هاي حلو، انه الاندوليز اي موجود في اغلب التيشوز، موجود في اغلب الانسجه، بينما الاندوليز بي مش موجود الا في انسجه معينه زي الليفر الكيدني والسمول انتستنس. وهذا بفسر لي ليش انه هذول الاورجانز هم اكثر اورجانز بيعملوا فركتوز ميتابوليزم، لانه الاندوليز بي موجود فيهم. تمام تمام، هذا لا يعني انه الاندوليز اي ما بيعمل فركتوز ميتابوليزم، بيعمل بس ما بيعمل فركتوز ميتابوليزم والفركتوز وضعه الحالي. خليها ليش طلع ليش احكي لكم، ارجع هون طلع اوكي. هلا الفركتوز حكينا يا اما بيمشي بهذا الطريق او بيروح بهذا الطريق، حكينا صح، حكينا عشان يروح بالطريق الثاني اللي هو هذا على اليمين بدي شروط معينه. طيب هلا لو انفرضنا اصلا تحققت هاي الشروط ومشي الفركتوز بالطريق الثاني اللي هو جاء انزيم هيكسوكاينيز، يعني لسبب معين ما بقدر يمشي بالطريق تبعته، فاجا انزيم هيكسوكاينيز ضاف له فوسفيت جروب بس كان كربون رقم 6 فكون لي فركتوز 6 فوسفيت. هلا هذا الفركتوز 6 فوسفيت اوكي بده يمشي بطريق الجلايكوليسيس، بده يمشي بطريق الجلايكوليسيس. تمام تمام اوكي، هلا بيجي انزيم بسموه فوسفوفركتوكاينيز، حلو، بضيف له برود بسهلك اي تي بي، بضيف له فوسفيت جروب على كربون رقم 1 فبصير فركتوز 16 باي فوسفيت. تمام تمام اوكي اوكي، هلا اوكي، هلا في انزيم، في انزيم اللي هو بسموه ريت ليميتنج ستيب في الجلايكوليسيس اللي هو فوسفوفركتوكاينيز 1 بي، حلو، اللي هو هذا بضيف هذا هو الفوسفوفركتوكاينيز، هذا اللي ضاف 1 فوسفيت جروب للكربون رقم 6 1 سوري، هذا الانزيم هو ريت ليميتنج ستيب. راح تقول ايش، طب شو اهميه هذا الحكي؟ هلا بشكل عام، بشكل عام يا جماعه، انه الفركتوز ميتابوليزم اسرع من الجلوكوز ميتابوليزم. تمام تمام اوكي، لانه الفركتوز ميتابوليزم بيقدر يمشي بطريقه بسرعه، بينما الجلوكوز ميتابوليزم في ريت ليميتنج ستيبس. يعني الفكره يا جماعه الفركتوز ميتابوليزم بيمشي، يعني الميتابوليزم تبعته بتصير بسرعه وخطواتها قصيره جدا، خطواتها قصيره جدا اوكي، بينما الجلوكوز ميتابوليزم خطواتها طويله وفي ديمان ريت ليميتنج ستيبس. فالفركتوز ميتابوليزم، فركتوز بيمشي بطريقه بشكل عام بتعدى هاي الريت ليميتنج ستيبس. طيب تمام، راح تقول لي طيب هل معناها انه، هل معناها انه بيقدر الجسم يعتمد على الفركتوز على سورس اوف انرجي بشكل عام؟ لا، ما في غنى عن الجلوكوز الا في بعض الانسجه، في بعض التيشوز او السيلز الخلايا ممكن تستخدم الفركتوز از مين سورس اوف انرجي. مين هم هذول الخلايا؟ هم اسمهم السبيرم سيلز او الجيرم سيلز اللي هي الاوفريز والسبيرمز اللي هي الحيوانات المنوية وهي الشغلات. روح لسلايد 15، هم هاي حاطط لكم اياها بالبولد بالاصفر. The main source of energy للسبيرم سيلز اللي هم الخلايا اللي بتنقسم بسرعة، اللي لها هاي ميتوتيك ريت، اللي لها انقسام بتنقسم بسرعة، اللي هم الاوفريز والسيمينال فيسيكلز اللي من تبعت الحيوانات المنويه والاوفرز البويضات. هذول الخلايا they are highly active، تنقسم بسرعه،
فبتحتاج لمين سورس، بتحتاج لسورس اوف انرجي سريعه. هون بتستخدم لمين سورس اوف انرجي هي فيها الحديد الفركتوز. فممكن هون اجيب لكم سؤال، انه مين الخلايا او مين الانسجه تيشوز ذات يوز اللي هم الفركتوز از مين سورس اوف انرجي اللي هم اكثر شيء هم السبرم سيلز. تمام تمام اوكي نرجع على اوكي وين كنا؟ اوكي حلو. هلا مشينا بهذا الطريق، طلعوا تكون عندي فركتوز 1,6-bifosphate اكيد طبعا لان في 2 فوسفيت جروبس على على الكربون رقم 1 كربون رقم 6. هلا هذا الكومباوند هذا شايفينه اوكي، هذا الكومباوند it can be metabolized ممكن انه يهضم بطريقتين، يا اما بيروح عن طريق الالدوليز A او عن طريق الالدوليز B. يعني فكرة انه هذا الكومباوند اللي هو الفركتوز 1,6-bifosphate ممكن ينهضم بطريقتين عشان يعمل لي شيء بسميه جليسيريل الديهايد 3 فوسفيت اللي هو الجاب، وهذا زي ما انتم بتعرفوه هذا هو فيري امبورتنت، هذا هو بروح في الجلايكوليسيس، هذا هو بروح في الجلايكوليسيس زي ما انتم بتعرفوا. تمام هلا الفكره اللي وصلتكم اياها كالتالي، انه مش حكيت لكم انا انه الالدوليز عندي 3 تايبس للانزيمز، عندي A و B اشهر شيء، وحكينا انه نيجي لهذا الجدول، حكينا انه الالدوليز بي موجود في الليبر والكيدنيز والسمول انتستنس تمام، بينما الالدوليز اي موجود في اغلب التيشوز تمام. حلو، ولو رجعنا للباثوي هون راح تطلعوا كالتالي، انه الالدوليز بي كانزايم ممكن يعمل ميتابوليزم من فركتوز 1 فوسفيت او للفركتوز 1,6-bifosphate. يعني الالدوليز بي ممكن يعمل لهاد ممكن يعمل لهاد، على عكس الاندوليز اي، على عكس الاندوليز اي. ليش؟ لانه الاندوليز اي بيعمل بس لهاد ما بيعمل لهاد تمام. يعني الفكره اللي وصلت لكم اياها كالتالي يا جماعه، ان الفركتوز 1 فوسفيت it can only be metabolized عن طريق الاندوليز بي، بينما الفركتوز 1,6-bifosphate عن طريق اي او بي تمام تمام. حلو، وعشان بحكي لكم انه بغض النظر للفركتوز مشي بهذا الطريق او بهذا الطريق، الالدوليز بي موجود تمام تمام اوكي. فعشان هيك لما يصير في عندي الالدوليز بي ديفيشنسي، هون المشكله الكبيره بتصير، هون بتصير في عندي مشكله كبيره اوكي. هلا الالدوليز بي ديفيشنسي، لها اسم ثاني كما هذا المرض، لها اسم بسميه هيريديتري فروكتوز انتوليرانس، يعني عدم قدرة على تحمل الفروكتوز المتوارثة أو فروكتوز بويزنينج، بس عندهم تسمم في الفروكتوز. ليش يا جماعة؟ ليش؟ لأنه طلع أوكي، خليني أحكي لكم ليش طلع أوكي. لأنه نرجع لهون، مشي الفروكتوز بالطريقة الطبيعية، كان في عند فروكتوكاينيز تحول الفروكتوز لفروكتوز 1 فوسفيت. حلو، وزي ما انتم متذكرين حكينا هذا الفركتوز 1 فوسفيت it can be only metabolized عن طريق الالدوليز بي. فانا اذا في عندي ديفيشنسي في الالدوليز بي، هذا لا يعني انه راح يجيني الالدوليز اي وراح يعوض الالدوليز بي كوظيفه، لا لا بالعكس. هون في هاي الحاله اكل هوا المريض. ليش؟ لانه ما في عندي الالدوليز بي، وبالتالي الفركتوز 1 فوسفيت هذا اللي تكون راح يتجمع، طب راح تكون اوكي وتجمع، وين المشكله؟ اوكي المشكله كالتالي يا جماعه، انه هذا البني ادم اللي اكل فواكه، شرب عصير اتسترا، بغض النظر غريب بالفركتوز تمام اوكي، الجسم عنده فركتوكاينيز راح يحول الفركتوز للفركتوز 1 فوسفيت تمام تمام اوكي، بس الفركتوز 1 فوسفيت ما راح يروح له بعدين، خلص راح يدقر، راح يعلق على الخطوه، لانه ما في شيء يعمل ميتابوليزم، ما في شيء يهضمه بعد ذلك. طيب هاي الخطوه اللي تحول الفركتوز للفركتوز 1 فوسفيت عن طريق الفركتوكاينيز، مش كانت تستهلك انرجي، تستهلك اي تي بي، بتحول صح؟ طيب معناها انه الجسم رح يضل يكون الفركتوز 1 فوسفيت ويستهلك انرجي 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 الى ما لا نهايه تمام تمام. وبالتالي هذا المريض اوكي رح يجمع عند الفركتوز 1 فوسفيت ورح يستهلك عنده انرجي تمام اوكي، رح تقول لي طيب سهلك انرجي يعني، وبالتالي هذا المريض رح يسهلك جلوكوز لانه سهلك انرجي، يعني ما الفكره انه هذه الخطوه ما رح تمشي لقدام، فاهمين كيف؟ وبالتالي انه
ما في عندي يعني اللي process of glycolysis or synthesis of energy with glucose ما في اصلا ما رح تمشي. لان حكينا احنا اصلا عشان يمشي في هذا بعدين لازم انه هذا الفركتوز 1 فوسفيت هذا مثلا الالدهيد بي يعمل لي تو كومباوندز يا اما جليسيريد الدهايد او هذا الهيدروكسيستون فوسفيت وهذول الاثنين بروحوا في الجلايكوليسيز واللي هي سينثيسيس اوف اي تي بي والجلوكوز تمام. وبالتالي الجسم هون راح يستهلك الانرجي وراح يستهلك الجلوكوز وبالتالي هذا الجسم في هاي الحاله راح يصير عنده هايبوغلايسيميا. هايبوغلايسيميا هايبو معناها نقصان غلايسيميا معناها الجلوكوز في الدم. فراح انه الجلوكوز في الدم يعني فكره يا جماعه انه فكروا فيها بالطريقه الثانيه انه هذا المريض اللحظه اللي بياكل اللي عنده البري ديفيشنسي بي البري بي ديفيشنسي اللي هي اسمها الثاني فروكتوز بويزنينج او بريدتري فروكتوز انتوليرانس الاولاني شو سميناها احنا متذكرين فروكتوز ديفيشنسي سميناها اسينشال فروكتوز يوريا. ركزوا بالاسامي تمام تمام اوكي هلا اوكي يعني هذا المريض اذا بيشرب اشي بيحتوي على الفركتوز او بياكل اشي بيحتوي على الفركتوز وبالتالي الجسم عشان يهضم هذا الفركتوز حوليه الفركتوز 1 فوسفيت راح يستهلك انرجي وهذا الفركتوز 1 فوسفيت ما راح يمشي لا بعدين وبالتالي الجسم راح يستهلك انرجي 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 وبالتالي ما راح يستهلك جلوكوز فبالتالي الجسم راح يتعب راح يصير عنده هايبوغلايسيميا الجسم راح يتعب. طيب هل الفكره وصلتكم اياها كالتالي هلا الفكرة كالتالي بشكل عام خذوها قاعدة بشكل عام خذوها قاعدة هلا عملية الجلايكوليسيس ودخول هذا الكيرب سايكل وسينثيسيس اوف اي تي بي هاي العملية كلها اسمها اكيد ما انا عليكم في البيولوجي بسموها اللي هي ايروبيك ميتابوليزم اللي هي عملية الهضم باستخدام الاكسجين ايروبيك ميتابوليزم. طيب هلا الجسم بس بالوضع العادي لما ينحرم منها ينحرم اي كونديشن اي وضع بينحرم فيه الجسم من هاي الشغلة راح يصير في عندي شيء بسميها ان ايروبيك ميتابوليزم عمليه الهضم اللاهوائيه. هل هاي ان ايروبيك ميتابوليزم هاي ان ايروبيك ميتابوليزم يصاحبها اكتبوا يصاحبها بتؤدي لشغلتين بتؤدي للبرودكشن اوف لاكتيك اسيد وبالتالي بيصير في عندي اكيوميليشن اوف لاكتيك اسيد وبالتالي بيصير او لاكتيت اللي هو هذا لاكتيت او لاكتيك اسيد فبصير عندي اكيوميليشن وبصير عندي شيء بسميه لاكتيك اسيدوسيس تجمع لاكتيك اسيد لاكتيك اسيدوسيس او لها اسم ثاني لاكتيك اسيديميا. لاكتيك اسيديميا معناها تجمع لاكتيك اسيد في الدم بسموها لاكتيك اسيدوسيس تمام حلو. تجمع لاكتيك اسيدوسيس في هاي الحاله كثير بضر بضر للجسم تمام. هاي اول خطوه يعني فكره يا جماعه انه هذا المريض اللي بس بس يا يشرب فركتوز ياكل ياكل او يشرب اي شيء بيحتوي على فركتوز معناها الجسم ما راح يقدر يهضم يستهلك انرجي وراح يستهلك اي تي بي وراح يستهلك جلوكوز اوكي تمام وراح يصير عندي هايبوغلايسيميا وراح يصير عندي شيفت انه راح يحاول يعمل الاربيك ميتابوليزم. هاي الاربيك ميتابوليزم بصحها شغلتين بصحها البرودكشن لاكتيك اسيد او لاكتيت فبصير عندي لاكتيك اسيدوسيس ولاكتيك اسيديميا انه البي اتش تبع الدم بقل وبالتالي الانزيمز البروتينات تبعت الجسم تنضرب اصلا فهاي هي اللي بصير. ثاني شيء بصير في عندي accumulation of uric acid فبصير عندي hyperuricemia. hyperuricemia hyper معناها زيادة hypo نقصان hyper زيادة uricemia إيميا معناها في الدم uric معناها uric acid معناها زيادة تجمع uric acid بالدم هاي بسميها hyperuricemia تمام تمام أوكي. فالفكرة إنه الإشي اللي بيصاحب هذا الحكي هنا اللي هي إنه بصير في عندي lactic acidosis وhyperuricemia. هلا حكينا lactic acidosis بقلل ال بسدي اسيدوسيس اسيدوسيس معناها نقصان البي اتش تبع الدم ونقصان البي اتش تبع الدم بشكل عام هلا طلع كيف يا جماعه البي اتش نورمالي في الدم من 3.35 ل 3.5 من 7.35 ل 7.45 هذا رينج يعني 7.35 ل 7.45 هذا رينج الجسم بيحافظ على البي اتش تبعه بهذا الرينج لانه كثير مهم هذا الحكي انه يحافظ على البي اتش في هذا الرينج تمام تمام اوكي. فاذا زاد او نقص زياده البي اتش تبع الدم بسميه الكالوسيس نقصان الدم بي اتش تبع الدم بسميه اسيدوسيس. هاي ان شاء الله راح تاخذوها في الديتيلز لقدام ان شاء الله. طيب هلا فكره انه زياده او نقصان البي اتش تبع الجسم هذا بيؤدي للبروتينات والانزيمات تبع الجسم يبطلوا يشتغلوا صح هذا هي المشكله تمام. هلا فهذه هي مشكله اسيدوسيس او الكالوسيس انه البروتينز والانزيم تبع الجسم تشتغل في بي اتش معين هذا البي اتش اذا زاد او نقص ببطل تشتغل فالجسم بنضغط هذا اول شيء بصير.
تاني شيء بصير اللي هي الهايبر يوريسيميا اكيوميشن يوريك اسيد. هلا تجمع اليوريك اسيد في الدم وزيادته بيؤدي لترسب اليوريك اسيد في انسجه معينه زي المفاصل. واكيد سمعتوا عن الجاوت اللي هو النقرس او هداء الملوك بيسموا هذول اللي ياكلوا لحم كثير فبتلاقي اصابعهم تنتفخ زي لهم وجع ولا خلي. هذا بسبب الاكيوميشن لاكتيك اسيد تجمع سوري بسبب الاكيوميشن يوريك اسيد تجمع اليوريك اسيد هاي الاماكن بصير في بديل لها انفلاميشن وبالتالي ضرر. هذا هو بحكي لكم عنه في هذا السلايد. بحكي لكم اكيوميشن يوريك اسيد ان ذا بلاد ريزلتس ان هايبر يوريسيميا اللي هو تجمع اليوريك اسيد في الدم وبالتالي راح يتجمع في الساينوفيال فلويد. الساينوفيال فلويد هي الـ 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 السوائل التي تحيط بال 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 بالمفاصل وبالتالي نسيت تجمع ترسب الكريستالز. هذول الكريستالز بسموهم مونوسوديوم يوريت كريستالز. ما تحفظوا هذا الاسم هلا راح يتكرر معاكم بالباطن مش كثير مهم هلا حلو. وبالتالي طلع شيء بحكي لكم تجمع هاي الكريستالز بسبب زياده اليوريك اسيد في الدم وترسبهم الاميون سيستم جهاز المناعي راح يصنفهم كجسم غريب كفورين بادي وبالتالي راح يعمل انفلاميشن وبالتالي سيدي جاوت لايك سيمبتومز اللي هي زي اللي هو النقص تمام اوكي. هلا يعني هذا طلع كيف يا جماعه شو المضاره تبعت الالدوليز بي ديفيشنسي انه الجسم ما بهضم الفركتوز 1 فوسفيت وبالتالي ترك الفركتوز 1 فوسفيت راح يزيد اوكي وبالتالي انه استهلاك الاي تي بي راح يزيد تمام. هل الاي تي بي وراح يزيد انت البرودكشن اوف اي ام بي اوكي. هل هذا البرودكشن اوف اي ام بي البرودكشن اوف اي ام بي طلع شو راح يصير طلع شو اللي راح يصير كالتالي يا جماعه انه نقصان الاي تي بي. هل الاي تي بي الاي تي بي حكينا بتحول لاي تي بي والاي تي بي بتحول لاي ام بي برضه على الاي ام بي زيادته الجسم بيميز هذا الحكي. طيب زياده الاي ام بي هذا شو راح يصير راح يخلي الجسم نفسه راح يتحفز الجسم وراح يدمر لي اي شيء بيحتوي على النيوكليوتيدز اللي هي الحموضه النوويه القواعد النوويه. يعني زياده الاي ام بي في الجسم راح تخلي الجسم نفسه يدمر القواعد النوويه اللي هم البيورينز الاي تي بي الجي تي بي وبالتالي برودكشن اوف يوريك اسيد. يعني الفكره يا جماعه كالتالي انه طلع شو اللي بيصير انه حكينا بصير في عندي هايبوغلايسيميا وحكينا ما في عندي سورس ونقصان الاي تي بي حكينا ما في عندي سورس اوف انرجي فبالتالي الجسم راح يحول الان ايروبيك ميتابوليزم وبالتالي برودكشن لاكتيك اسيد بتعمل لي مشاكل تمام. ونقصان الاي تي بي وزياده البرودكشن اوف اي ام بي هذا راح يخلي الجسم يستشعر الاي ام بي زاد وبالتالي بقول لك انا بدي ادمر القواعد الاحماض النوويه اللي عندي وبالتالي هاي الاحماض النوويه تحتوي على يوريك اسيد وبالتالي هاي اليوريك اسيد راح يرتفع وراح يصير عندي هايبر يوريسيميا كمان. وعاد عن اوكي تمام بحكي لكم وين ذا نيوكليوتايد الاحماض النوويه جيتس ديجريدد لما يتحطم الفوسفيت والشوجر كان بيريسايكل راح تتم اعاده تدوير الفوسفيت والشوجر والنيتروجين سبيس هي اللي بتتدمر اوكي. والنيتروجين سبيس هاي برضه شو بتعمل؟ بتعمل لي الامونيا وتش از فيري توكسيك. يعني شايفين الموضوع يا جماعه انه الفكره يا جماعه ان الموضوع مش هين مش هين. يعني زياده الاي ام بي هذا راح تخلي الجسم يدمر الاحماض النوويه. الاحماض النوويه تحتوي على بيورينز وهي الشغلات وبالتالي سيد برودكشن اوف يوريك اسيد. والاحماض النوويه هاي بتحتوي على امونيا وهاي الامونيا اللي هي سوري بتحتوي على نيتروجين بيس قواعد نيتروجينيه وهاي ممكن تعمل امونيا وهي فيري توكسيك تمام تمام. راح تكون طيب اوكي وفي النهايه شو راح يصير؟ خلاصه الحكي هذا الالدريس بي هل هو خطير؟ نعم لانه ممكن يؤدي لي لهيباتيك فيلر ممكن يؤدي لي فشل في الكبد فهذه هي خطورته يا جماعه. ممكن يعمل لي جوندس صفار ممكن يعمل هيباتوميجالي تضخم في الكبد ممكن يعمل لي هيباتيك فيلر اللي هي ايش؟ اللي هو فشل في الكبد. فبالتالي حل هاي المشكله سهل اي شيء فيه فركتوز سكروز سكروز انه اصلا سكر ثنائي بيحتوي على فركتوز وسوربيتول ابعد عنه يبعد الواحد عنه فأفويدنس لهذول الشباب تمام؟ اوكي فهذه هي خطوات الميتابوليزم تبعت الفركتوز. فأول خطوة يا جماعة انه الفركتوز إذا مش بطريقة طبيعية ما في شيء بيجيب فركتوكاينيز بتسهل الـ ATP بضيف فوسفيت جروب لفركتوز 1 فوسفيت فركتوز 1 فوسفيت بيجيب بس الألدوليز بي بحول يعني الجليسيرين الديهاي ولا الديهايدروكسي أسيتون فوسفيت. هلا هذول الديهايدروكسي أسيتون فوسفيت اثنيناتهم ممكن يتحولوا لهاد هذول الاثنين بيتحولوا لهاد كيف؟ ها
هلا الجلسرين الدي هاي اكتبوا بيجي انزيم بسميه تريوكاينيز بيجي انزيم بسميه تريو تي ار اي او كاينيز بيحول الجلسرين الدي هاي الجلسرين الدي هاي تري فوس تري فوسفيت او هذا ده هيدروكسي اسيد فوسفيت دي اتش اي بي بيجي انزيم ثاني بسموه تريوز تي ار اي او اس اي P-isomerase بحول لي أنا الجلسريل الدهاد 3 فوسفيت وهذا الجلسريل الدهاد 3 فوسفيت تمام هو اللي بفوت في الجلايكوليسيس كيف؟ أو في ربي في الكيف صاير هيام هذا يا ربي هذا الجلسريل الدهاد 3 فوسفيت بروح بطريقين يا بفوت في الجلايكوليسيس أو بفوت في الكيف سايكل الكيف سايكل اللي هي إيش؟ اللي هي بيجي إنزيم بسميه pyruvate kinase بعرفش إذا مر عليكم pyruvate kinase هي rate-limiting step في الكيرف سايكل بيحولها على pyruvate وهكذا تمام تمام أوكي وزي ما حكيت لكم هون يا جماعة إن الفروكتوز 1 فوسفات اللي بيحطوا لي بس الألدريز B بل الفروكتوز 1 6 5 فوسفات الألدريز A أو B هلا هون بحكي لكم أوكي بكيكم في previously discussed the gradation of monosaccharides and disaccharides بكيكم سابقا ناقشنا اللي هي disaccharides والmonosaccharides هلا رح نركز على synthesis والbuilding اللي هي التصنيع للmonosaccharides والdisaccharides هلا رح احكيكم عن glucose حكينا سوري عن الفروكتوز حكينا عن الفروكتوز interpretation is not insulin dependent يعني ما بيكون الانسولين يعني وجوده ما بيحفز production of insulin تمام تمام طيب هل وجوده بيأثر على البلد جلوكوز يعني طلع كيف وجوده وجود الفروكتوز هل بيأثر على مستوى ال هل بيأثر على مستوى ال مستوى الجلوكوز في الدم في بعضهم بيحكي في بعضهم بيحكي لا بس لا الأغلبية مع انه بيزيد البلد الجلوكوز تمام تمام وحكينا انه تو باثويز الطريق عن طريق فروكتوكاينيز او عن طريق الهيكسوكاينيز تمام اوكي وحكينا الفروكتوكاينيز اسرع لانه خطواته اقل وتبايباسز بتجنب الريتيميتنج ستيب تمام تمام اللي هي فوسفوفركتوكاينيز تمام تمام اوكي وهذا كله شرحناه اوكي وزي ما حكيت لكم هون في ثلاث تايبس الالدوليز الالدوليز اي الالدوليز بي حكينا الالدوليز بي وين بيكون موجود حكينا الالدوليز اي وين بيكون موجود حكينا مين هذا بيعمل ايش ميتابوليزم هذا ايش ميتابوليزم صح تمام وركزنا على هذا الحكي تمام هلا هون هاي خطوات الميتابوليزم اوف فركتوز ترى شو بحكي لكم the specific path of fructose generates glycerin aldehyde اللي هو هذا هذا خلينا نحطه بالاصفر تبعني اللي هي generation of glycerin aldehyde تمام وين ده هيدروكسي اسيتون فوسفيت وهذول حكينا ممكن يتحولوا لجلسرين الالدهايد 3 فوسفيت تمام حكيناها يا اما يفوت الجلايكوليسيس او البايروفيت اللي هو الكيرف سايكل تمام تمام اوكي وحكينا لكم دي ار سيرفينج از انترميديت حكينا هو مركب وسطي يربط بين اوكي الجلايكوليسيس والجلوكونوجينيسيس يعني في كم هاي المركبات الوسطيه هي نقطه التقاء بين الجلايكوليسيس والجلوكونوجينيسيس تمام تمام وحكينا كان بيكونفيرتد باي تريوز بي ايزوميريز هو بيحكي عن هذا ده هيدروكسي اسيتون فوسفيت بيجي هذا الانزيم بيحول لي الجلسيريل 3 فوسفيت وهذا بيكمل الجلسيريل 3 فوسفيت بيكمل في الجلايكوليسيس حلو او مثلا اوكي ممكن يكمل الليبيد ميتابوليزم هي حسب والجلوكونوجينيسيس نفس الشيء يعني تمام تمام يعني هي حسب يا جماعه تمام تمام وهذا الجلسيريل 3 فوسفيت ممكن يمشي في الفوسف في هذا في الليبيد ميتابوليزم والترايجليسرايد طلع اوكي الجلسيريل 3 فوسفيت ممكن يجي برضه تريوز بي ايزوميريز يحول لي الى هيدروكسي اسيتون فوسفيت وهذا يكمل في جليسرول بي ده هيدروجينيز يكمل الى جليسرول فوسفيت وهذا يكمل في الليبيد ميتابوليزم يعني الفكره يا جماعه اهم كومباوند اللي بحكي لكم عنه هو هذا لانه ممكن يمشي بكذا طريقه ممكن يمشي في الجلايكوليسيس ممكن يمشي في الكيف سايكل ممكن يمشي في الفات اسيد ميتابوليزم يعني هذا الكومباوند كثير مهم الدي اتش اي بي عشان حكيت لكم عشان هيك حكيت لكم هذا المركب يعتبر انترميديت يعتبر حلقه وصل بين الجلايكوليسيس والجلوكونوجينيسيس والليبيد ميتابوليزم هذا اهم كومباوند اهم مركب اوكي تمام حلو بحكي لكم بس الطريق اللي بيمشي فيها الفركتوز
حسب وضعية الخلية. كيف يعني؟ يعني طلع كيف بكيكم depending on the condition of the cell، يعني بيكتب من وضعية الخلية هل الفروكتوز بروح في الجلايكولوسيس أو في الجلوكونوجينيسيس أو بتحطم حسب وضعية الخلية. يعني إذا الخلية بتعتمد على يعني طلع كيف يا جماعة، يعني الفكرة اللي وصلتكم إياها كالتالي، إنه هذا الفروكتوز بالوضع الطبيعي يا أما الجسم بيستهلكه as a source of energy أو ممكن يستخدمه عشان يصنع الجلوكوز. تمام تمام. طريقة استخدامه بتعتمد حسب شو وضعية الخلية، طريقة استخدامه بتعتمد حسب شو وضعية الخلية. إذا الخلية ما عندها استهلاك انرجي عالي، وإذا متذكرين زي مين حكينا زي اللي هم السبيرمز، اللي هم السبيرم سيلز، اللي هم الاوفاليز والسيمينال فيسيكلز، اللي هم الحيوانات اللي بتتكون الحيوانات المنوية والبويضات. إذا ما عندها استهلاك انرجي عالي، إذا عندها استهلاك انرجي عالي ففي هذه الحالة تستخدم السورس اوف انرجي. إذا ما عندها استهلاك انرجي عالي هون ممكن تستخدمه انها تصنع الجلوكوز. تمام تمام اوكي. وهذا السلايد شرحناه اللي هي فروكتوكاينيز ديفيشنسي، وحكينا مش كثير بيبي، وحكينا اللي هي وحكينا عن الالدرز بي ديفيشنسي. تمام. وحكينا عن الحل. تمام تمام. وهي شرحناها. تمام. وهاي تلخيص للديس اوردرز اوف فروكتوز ميتابوليزم اللي هم يا اما بالفروكتوكاينيز او بالالدرز بي ديفيشنسي. تمام اوكي حلو. هلا طلعوا كيف؟ طيب يعني هلا يا جماعة إنه الفكرة اللي وصلتكم إياها كالتالي يا جماعة، هل إنه الفروكتوز ممكن يأثر على ليفل أوف ذا جلوكوز؟ حكيناها نعم بيأثر، ممكن يزيده. ليش؟ لأن الفروكتوز زيادته وعدم حاجة الجسم لإله أوكي بتحول الفروكتوز لجلوكوز. طيب هل ممكن إنه الجلوكوز يتحول لفروكتوز؟ يعني بالعكس؟ نعم ممكن. تمام تمام أوكي تمام حلو. هلا طلعوا كيف هاي الجلوكوز. حلو حلو. بيجي انزيم بسميه الدوز ريداكتيز. حلو الدوز ريداكتيز. وانت بتعرف انه ريدكشن رياكشن هي عمليه اضافه الكترونز، عمليه اضافه. تمام تمام اوكي حلو. عمليه اضافه. تمام. فبكون عندي الجلوكوز بيجي هذا الانزيم اللي هو الدوز ريداكتيز، وهذا الدوز ريداكتيز موجود في خلايا كثيره مثلا زي اللينس، لينس زي العدسه في العدسه العين، في الريتنا، في الشبكيه، في الشوانس اللي هم الخلايا العصبيه نوع من الخلايا العصبيه، في الليفر، في كثير اماكن. طيب تمام حلو. ف باستخدام هذا الجلوكوز بس يجي هذا الانزيم الدوز ريداكتيز باستخدام ال NADPH اوكي بينزع ال H جروب منه، بينزع اوكي بضيفها للجلوكوز. تمام بضيفها للجلوكوز فبيحول لي اياها لسوربيتول. هلا رح تقول لي طيب اوكي هذا السوربيتول، نوقف عن هاي الخطوة. يعني اول خطوة بتحول الجلوكوز لفروكتوز ان الجلوكوز يجي انزيم الدوز ريداكتيز يجيب لي ال ADPH، ينزع منه الهيدروجين، ينزع منه الالكترون ويضيفهم وهذا اضيفهم للجلوكوز بحول الجلوكوز لسوربيتول. هلا تحول الجلوكوز لسوربيتول، خلينا نوقف عند هذا السوربيتول شوي. بين اللي تكتبوا اول شيء ملاحظه عنده اكتبوا جنبه امبرميبل. شو يعني امبرميبل؟ معناها ما بيقدر يخترق الانسجه. تمام تمام. هذا واحد. اثنين له هاي كونسنتريشن، يعني تركيزه كتير عالي، وبالتالي الاوزموتيك بريشر الضغط الاوزموزي عنده كتير عالي. يعني فكره يا جماعه انه في بعض الاحيان هذول المرضى اللي عندهم سكري، هلا الديابيتس بشكل عام والسكري بيعمل لي مضارات كتير. من ضمن المضارات او المضار تبعته الاضرار او الكومبليكيشنز المضاعفات منه هي انه بصير في عندي دايابيتك نيفروباثي اللي هو مرض في الكلية من مرض الديابيتس، نيوروباثي بالأعصاب، ريتينوباثي بالعين والشبكية. ليش؟ لأنه ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم. هلا إذا أنتم متذكرين في أول المحاضرة حكيت لكم إنه الجلوكوز دخوله للخلايا بيعتمد على الإنسولين بس لحد معين. في بعد هيك بعد حد معين بصير دخول الجلوكوز داخل الخلايا إندبندنت من الإنسولين، يعني ما بيعتمد على الإنسولين. وبالتالي الناس عندهم سكري معناها نسبة الدم عندهم الجلوكوز في الدم مرتفعة، وبالتالي دخول الجلوكوز لداخل الدم لداخل الخلايا يكون مرتفع. دخول الجلوكوز لداخل الخلايا هاي وتحول بعدها يتحول لسوربيتول.
راح يجي انزيم هل دخول الجلوكوز داخل هاي الخلايا اللي هم اللينسز الريتنا هذول اللي بحكي لكم عنهم، بيجي انزيم بسميه الدوز ريدكتيز بحول الجلوكوز لسوربيتول. هل هذا السوربيتول او شيء امبرميبل يعني ما لا يعني غير نافذ وغير نافذ يعني ما فاذا فات بيعلق جوا هذا واحد. اثنين ضغط او تركيزه كثير عالي وبالتالي زي ما تحكوا بيشفط سوائل يعني تجمع السوربيتول جوا هاي الانسجه بيرفع الضغط او التركيز الاسموزي جوا فبيشفط سوائل لجوا بيشفط ووتر بيشفط H2O لجوا. حلو لما يشفط السوائل هاي لجوا معناها انه بس عندي اكيوليشن فلويدز هناك تجمع سوائل وبالتالي هذا رح يعمل لي مضاعفات رح يعمل لي كثير شغلات سيئه. هلا خلينا واقف على هاي المعلومه تمام. هلا نكمل اول خطوه في تحول لجلوكوز ده فركتوز انه هو في بعض لما يفوت الجلوكوز في بعض الانسجه اللي هم اللينكس والبيتنا وهذول بيجي انزيم بسميه الدوز ريدكتيز بحولها لسوربيتول. هلا هذا السوربيتول بيجي انزيم بسميه دي هيدروجينيز بي بيجي ان اي دي بي بلس بضيف له اللي هو هيدروجين وبالتالي بتحول السوربيتول لفركتوز. هذا الفركتوز بيعم بروح للجلايكوليسيس بروح للجلوكوجينيسيس بروح بطريقه يعني تمام تمام. وهذا الفركتوز زي ما حكينا هو الميجر انرجي سورس للسبيرم سيلز هو مصدر الطاقه الرئيسيه للسبيرم سيلز تمام تمام. نكمل حلو طلع كيف بحكي لكم الالدوز ريدكتيز وركس ان الالدوز از كونفرتس انتو الكوهول يعني بحكي لكم هذا الالدوز بحول الجلوكوز لسوربيتول هو تعتبروا زي نوع من انواع الكحولات يعني. هذا الانزيم الالدوز ريدكتيز بحكي لكم فاوند ان ماني تيشوز ممكن تلاقيهم في كثير انسجه هذول هم بحكي لكم الجلوكوز لما يدخل هاي الانسجه بتحول لسوربيتول حلو عن طريق انه يعمل ايش ريديوسينج الاكسجين يضيف له ويعمل اوكسيدايز من الاي دي بي اتش يعني يحول الان دي بي اتش لان دي بي بلس ويضيف هيدروجين والكترونز للجلوكوز فبيحول لي اياه لسوربيتول والسوربيتول هذا بيجي سوربيتول دي هيدروكسجينيز بيعمل اوكسيدايزنج له حلو يعني بينزل من الالكترونات بحولها لفركتوز تمام تمام حلو يعني بتجيب يعني طلع كيف يا جماعه هذا السوربيتول دي هيدروجينيز بيعمل اوكسيدايزنج للسوربيتول تمام تمام بينزل من الالكترونات وبضيفهم الى ان اي دي بلس بحولها الى ان اي دي اتش تمام تمام اوكي وبالتالي بصير في عندي فركتوز تمام تمام اوكي. وهذا الفركتوز حكينا انه هو المين انرجي سورس لاماكن فيها تحتاجه بطريقه بشكل اكبر زي السبيرم سيلز تمام تمام اوكي. هلا بلش احكي لكم كونفرجن اوف جلوكوز وسوربيتول اند ذا دايبيتيك كومبليكيشن زي ما حكيت لكم انه ارتفاع الجلوكوز في الدم يعني الجلوكوز حد معين في الدم دخوله لداخل خلايا بعمل الانسولين ارتفاعه عن هذا الحد اكثر من هذا الحد طبعا بصير الانسولين اندبندنت وبستاهل راح يفوت جوا الخلايا دخوله جوا داخل الخلايا بعديها راح يجي زي ما حكينا انزيم اللي هو الدوز ريدكتيز راح يعمل له ريدكشن له صح راح يضيف له هيدروجين راح يضيف له الكترونات راح يعمل اوكسيدايزنج للان اي دي بي اتش راح يحول الان اي دي بي اتش لان اي دي بي يعني الدوليز اللي بيستخدم الان اي دي بي اتش رح حول الجلوكوز لسوربيتول وزي ما حكينا السوربيتول تركيزه عالي وبالتالي رح يتجمع سوائل عنده وبالتالي رح يصير عندي الكومبليكيشنز المضاعفات تمام تمام. حلو بحكي لكم دايابيتس از وين يور بودي لاكس انسولين او هاز انسولين ريزيستنس. هلا بشكل عام الدايابيتس يا جماعه السكري في عندي 2 تايبس تايب 1 تايب 2 تايب 1 هذا بصير في الصغار بكون سببه انسولين ديفيشنسي بكون سببه شحوح الانسولين او نقصان في الانسولين. تايب 2 بكون سببه ريزيستنس للانسولين انه في انسولين بس الانسولين مش شغال. بكل الحالتين رح يصير عندي اكيوميشن تجمع الجلوكوز وبالتالي الجلوكوز رح يفوت جوا الخلايا غصبا عنه تمام تمام. وبحكي لكم بكل الانسولين ريزيستنس نوت ريكوايرد فور الجلوكوز انتو ذا سيلز اوف ريتينا يعني فكره يا جماعه انه في عندي انسجه في الجسم دخول الجلوكوز اليها ما بيعتمد على الانسولين او حتى لما يرتفع حد معين ببطل يعتمد هو الانسولين وبالتالي هيو وبالتالي بيجي عندكم طلع كيف يعني فكره يا جماعه في انسجه معينه في الجسم زي ما حكيت لكم يا جماعه اللي هم اللينسز الريتينا شوان سيلز الليفر الكيدنيز وات ايفر هذول هم حلو حلو. هلا دخول الجلوكوز لهم لا يعتمد على الانسولين تمام تمام في بعض الانسجه هذول هم
فارتفاع الجلوكوز في الدم معناها راح يفوت جوا هاي الخلايا. جوا هاي الخلايا في عندي انزيم اللي هو هذا الدوتريدكتاز. حلو. فدخول الجلوكوز جوا هاي الخلايا نسبة كبيرة راح يفعل هذا الانزيم. يعني هذا الانزيم ما بيشتغل الا في هذول الخلايا الا لما يفوت الجلوكوز بكمية كبيرة. فارتفاع الجلوكوز في هاي الخلايا داخل هاي الخلايا راح يفعل هذا الانزيم اللي هو الدوزريدكتاز. وهذا الدوزريدكتاز زي ما حكيت لكم بيعمل ايش؟ بيعمل ريدكشن للاكسجين. شو بيعمل؟ بضيف له الكترونز وبضيف له اتش جروب حواليها لسوربيتول. والسوربيتول زي ما حكيت لكم بيعمل لي كومبليكيشنز. تمام اوكي حلو. البيتا سنسر الجلوكوز بحكيلكم ارتفاع الجلوكوز داخل الدم وبالتالي راح يفعل هذا الدوزريدكتاز وبالتالي اللي راح يحوليها للسوربيتول. السوربيتول زي ما حكيت لكم بتجمع جهاز داخل هاي الخلايا بيعمل لي اوزموتيك افكت بيعمل لي تاثير اوزموزي وبالتالي السوائل راح تفوت وبالتالي راح يصير لكم كومبليكيشنز تجمع اللي هي دايابيتيك ريتينوباثي اللي هي الشبكيه السكريه اللي هو بيضبطوا يشوفوا في عينهم منيح يعني. تمام حلو. هذا كومبليكيشنز هل في يا جماعه انه تاثيرات ثانيه للسكري؟ نعم في كومبليكيشنز زي الدايابيتيك فوت اللي هي القلب السكريه، بيريفيرال نيوروباثي اللي هو الامراض العصبيه الطرفيه. هذول لما البلد جلوكوز يكون كثير مرتفع ومن هذا الحكي بصير كومبليكيشنز. كاتاراكت اللي هي المي الزرقاء اكيد بعرفش سمعت فيها اللي هي لما تكون انه اللينس اللي هي عدسه العين تفقد شفافيتها لانه بكون فيها تجمع صور بصير هيك مغبشه يعني. تمام. النيوروباثي اللي هي الامراض العصبيه. تمام اوكي اوكي بحكي لكم هلا كل هاي بكون سببها تجمع السوربيتول. وهاي زي ما حكيت لكم يا جماعه الفكره يا جماعه كالتالي دخول الجلوكوز لا جوا الخلايا بيعتمد على الانسولين بس في استثناءين لحد معين اللي هو ارتفاعه على حد هذا الحد اوكي. وفي بعض الخلايا اصلا في الجسم هذا الاستثناء الثاني في بعض الخلايا زي هذول اللي لسه زي كنا هو الاخري دخول الجلوكوز لها ما بيعتمد على الانسولين ولا يعتمد على الانسولين بالمره. وبالتالي ارتفاع نسبه الجلوكوز في الدم حيفوت جوها الخلايا بكميه كبيره وهذا راح يفعل الدوزريدكتاز. الفكره انه الدوزريدكتاز يعني الفكره هذول الخلايا اللي انتم شايفينهم في لهم شغلتين انه دخول الجلوكوز لهم ما بيعتمد على الانسولين هي اول شيء. ثاني شيء موجود فيهم بشكل طبيعي هذا الانزيم اللي هو الدوزريدكتاز. وهذا الاندوزيدكتاز بيكون موجود زي ما حكينا بشكل طبيعي بهاي الخلايا يتم تفعيله فقط لما يتجمع الجلوكوز بكميه كبيره داخل هاي الخلايا. هلا لما يتم تفعيله بحول الجلوكوز لسوربيتول. تمام يعني هو بيعمل ريدكشن للجلوكوز بحولها لسوربيتول. تجمع السوربيتول هذا بتزيد الضغط الاوسموزي بيسحب سوائل بجمع سوائل بيعمل لي كومبليكيشنز من السكري. تمام اوكي حلو. طيب هل في استخدامات ثانيه للسوربيتول؟ نعم في استخدامات ثانيه. بحكي لكم الناس اللي عندهم سكري ممكن ياخذوا اشياء منكهه سويتنرز محليات. هذه المحليات تحتوي على السوربيتول وزي ما انتم متذكرين طبعا كل السوربيتول هذا بيعمل مشاكل. اذا متذكرين حكيت لكم ان السوربيتول امبرميبل يعني ما بيقدروا يمتصوا يعني الجسم اوكي بياخذه يعني المريض بس ياكله او يشربه وات ايفر ويحلل له طعم التمر ويحلل هذا بيطلع من الجسم خلاص عادي امبرميبل يعني